باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. باب من هم بحسنة أو بسيئة. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له وعنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 1 سيئة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له 10 أمثالها إلى 700. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له 10 أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه معلقا: والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. باب تجاوز الله تعالى عن حديث النفس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز، وفي رواية لي، عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عن ابن عمرو رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب من عمل خيرا في الشرك ثم أسلم. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله، رأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها من أجر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. وفي رواية عن عروة أن حكيم بن حزام رضي الله عنه اعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة. باب كتم الإيمان للخائف. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. فكتبنا له 1500 رجل، فقلنا: نخاف ونحن 1500، فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، وفي رواية الصادقة، في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله وتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وفي رواية إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، وفي رواية بوادره، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا. وفي رواية: أبشر، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم. وفي رواية: وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني.
فيكتب من الإنجيل بعبرانية وفي رواية بالعربية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذا يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. وفي رواية حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب فتور الوحي ثم تتابعه وكثرته. عن أبي سلمة قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه أي القرآن أنزل أول؟ فقال يا أيها المدثر. فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء، وفي رواية فتر عني الوحي فترة، فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، وفي رواية فرفعت رأسي فإذا هو، وفي رواية فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، وفي رواية فجئثت منه رعبا، وفي رواية حتى هويت إلى الأرض. فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا، وأنزل علي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، وفي رواية إلى والرجز فهجر قبل أن تفرض الصلاة، وفي رواية ثم حمي الوحي وتتابع. عن أنس رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. باب المعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى قلبه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخزائن السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أرسل إليه؟ قال نعم. فلما فتح علون السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال مرحبا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح. فقال خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مرت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فرجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها، فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى
فقال راجع ربك، فقلت استحييت من ربي، ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل، وفي رواية جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. وفي حديث ابن عباس وأبي حبة رضي الله عنهم، ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه الصريف الأقلام. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم أيهم هو؟ فقال أوسطهم هو خيرهم، فقال آخرهم خذوا خيرهم، فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، وتنام عينه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، ثم أتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به صدره ولغاديده يعني عروق حلقه، ثم أطبقه، ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فضرب بابا من أبوابها، فناداه أهل السماء من هذا؟ فقال جبريل قالوا ومن معك؟ قال معي محمد. قال وقد بعث؟ قال نعم. قالوا فمرحبا به وأهلا، فيستبشر به أهل السماء، لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم، فوجد في السماء الدنيا آدم، فقال له جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه، فسلم عليه ورد عليه آدم وقال مرحبا وأهلا بابني، نعم الابن أنت. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطلدان، فقال ما هذا للنهران يا جبريل؟ قال هذا النيل والفرات انصرهما. ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب يده فإذا هو مسك، قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. ثم عرج به إلى السماء الثانية وفيه كل سماء فيها أنبياء قد سماهم، فأوعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله، فقال موسى رب لم أظن أن ترفع علي أحدا، ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى، ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى، فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة، قال إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فعلى به إلى الجبار فقال وهو مكانه يا ربي خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا، فوضع عنه 10 صلوات، ثم رجع إلى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات، ثم احتبسه موسى عند 5 فقال يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا، فضعفوا فتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل، فرفعه عند 5 فقال يا ربي إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم فخفف عنا، فقال الجبار يا محمد قال لبيك وسعديك، قال إنه لا يبدل القول لدي كما فرضته عليك في أم الكتاب، قال فكل حسنة بعشر أمثالها فهي 50 في أم الكتاب وهي 5 عليك، فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت؟ فقال خفف عنا أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها
قال موسى قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله استحيت من ربي مما اختلفت إليه. قال فاهبط بسم الله. قال واستيقظ وهو في مسجد الحرام، وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر، وفي رواية اللؤلؤ المجوف. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه أو طينه مسك أذفر. باب المعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن الصعصعة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت، وفي رواية في الحطيم مضطجعا، بين النائم واليقظان، وذكر بين الرجلين، فأتيت بطست من ذهب مليئة حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن، ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا، وفي رواية فاستخرج قلبي فغسل قلبي، ثم حشي ثم أعيد، وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق، وفي رواية يضع خطوه عند أقصى طرفه، فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فأتيت على آدم، وفي رواية فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه، فسلمت، وفي رواية فرد السلام فقال مرحبا بك من ابن ونبي. فأتينا السماء الثانية، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فأتيت على عيسى ويحيى، وفي رواية وهما ابن خاله، قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلمت فرد فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الثالثة، قيل من هذا؟ قال جبريل. قال من معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فأتيت على يوسف، وفي رواية قال هذا يوسف فسلم عليه، فسلمت عليه، وفي رواية فرد قال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الرابعة، قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إدريس، وفي رواية قال هذا إدريس فسلم عليه، فسلمت عليه، وفي رواية فرد فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الخامسة، قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل ومن معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، ونعم المجيء جاء. فأتينا على هارون، وفي رواية قال هذا هارون فسلم عليه، فسلمت عليه، وفي رواية فرد فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا على السماء السادسة، قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ مرحبا به، ونعم المجيء جاء. فأتيت على موسى، وفي رواية قال هذا موسى فسلم عليه، فسلمت عليه، وفي رواية فرد فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزت بكى، فقيل ما بكى؟ قال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. فأتينا السماء السابعة، قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ مرحبا به، ونعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم، وفي رواية قال هذا أبوك فسلم عليه، فسلمت عليه، وفي رواية فرد فقال مرحبا بك من ابن ونبي. فرفع علي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ورفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها كأنه قلال حجر، وورقها كأنه آذان الفيول، في أصلها 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران النيل والفرات. وفي رواية ثم أتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقالت هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك، ثم فرضت علي 50 صلاة، فقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت؟ قلت فرضت علي 50 صلاة. قال أنا أعلم بالناس منك،
عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك فسله. فرجعت فسألته فجعلها 40 ثم مثله ثم 30 ثم مثله فجعل 20 ثم مثله فجعل 10 فأتيت موسى فقال مثله فجعلها 5 فأتيت موسى فقال ما صنعت؟ قلت جعلها 5 فقال مثله قلت سلمت بخير. وفي رواية سألت ربي حتى استحيت ولكني أرضى وأسلم. فنودي إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجل الحسنة 10. عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء وغيرهم في الإسراء. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بموسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. عن مجاهد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه وذكروا له الدجال بين عينيه مكتوب كافر أو كافرا، قال لم أسمعه ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه حدر في الوادي. وفي رواية يلبي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي رأيت موسى وإذا هو رجل ضرب ضرب رجل كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس وأنا أشبه ولدي إبراهيم به. ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقال اشرب أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل أخذت الفطرة. وفي رواية قال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الضباب. توافق رؤى النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى والدجال في الحقيقة والمنام. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة عند الكعبة في المنام، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه، وفي رواية له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم، رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا وراه جعدا قططا أعور العين اليمنى، وفي رواية فإذا رجل جسيم أحمر، وفي رواية كأن عينه عنبة طافية كأشبه من رأيت بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ قالوا المسيح الدجال. باب لقد رأى من آيات ربه الكبرى. عن الشيباني قال سألت زرا عن قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال أخبرنا عبد الله رضي الله عنه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. وفي رواية لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتاه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت، أين أنت من 3 من حدثكهن فقد كذب، من حدثك
حدث كأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وفي رواية: وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله، ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية، ولكنه رأى جبريل صلى الله عليه وسلم في صورته مرتين. وفي رواية قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق. باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال: ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير بن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا. فتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا. فيتساقطون في جهنم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم. وفي رواية: فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم. وفي رواية: فيقولون: لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثا. فيقولون: أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء. فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق، فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا. ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ وما الجسر؟ قال: مضحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد، يقال لها السعدان، المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، فما أنتم بأشد لي مناشدة، في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون: ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار، فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فقال
اقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا من قيامة؟ فقال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقول أنت ربنا، وفي رواية فيدعوهم فيتبعونه، ويضرب جسر جهنم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز، وفي رواية من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وبه كلاليب مثل شوك السعدان، أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم قدر عظامها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل، وفي رواية أو المجازى ثم ينجو، وفي رواية ثم يتجلى، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج من كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار، فلا يزال يدعو الله، فيقول لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، وفي رواية ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء، فيصرف وجهه عن النار، ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني إلى باب الجنة، فيقول أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره، ويلك ابن آدم ما أغدرك، فلا يزال يدعو فيقول لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيعطي الله وفي رواية ما شاء من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة، وفي رواية فإذا قام إلى باب الجنة انفهقت له الجنة، فرأى ما فيها من الحبرة والسرور، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول رب أدخلني الجنة، ثم يقول أوليس قد زعمت أن لا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل له تمنى من كذا فيتمنى، ثم يقال له تمنى من كذا فيتمنى، حتى تنقطع به الأماني، فيقول له ها
هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. وفي رواية قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد: إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثالها. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. باب خروج الموحدين من النار. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا. رجل يخرج من النار كبوا فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأ، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأ، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول: تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وكان يقول: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير. قلت: ما الثعارير؟ قال: الضغابيس، وكان قد سقط فمه. وفي حديث أنس رضي الله عنه: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفر، وفي رواية: بذنوب أصابوها عقوبة، ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. باب قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهش منها نهشة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقول له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك. وفي رواية: وأسكنك الجنة، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت 3 كذبات. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقول: يا موسى، أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتله. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا
اذهبوا إلى عيسى بن مريم فأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد الصبية اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد فأتون محمدا فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وفي رواية وقل يسمع لك سل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى وفي حديث أنس رضي الله عنه فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأخرج فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم آخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك أقول يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله وفي رواية قالوا لآدم وعلمك أسماء كل شيء وفيها فيأتوني وفي رواية فيقول أنا لها فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود وفي رواية معلقة ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم وفي رواية يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال ابن عمر إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقه الباب فيومئذ يبعثه الله مقام محمودا يحمده أهل الجمع كلهم.